يتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات وحشية كبيرة وأيضا ممارسات خطيرة من قبل الاحتلال الصهيوني، وتمثلت بسياسة منع المصلين من دخول الأقصى، ومش بس كمان التعدي عليهم واعتقالهم أيضا. عشان هيك فكر مجموعة من الشباب بعمل حملة اسمها أنا أردني الأقصى مسؤوليتي. رح نحكي أكثر عن هالحملة مع ضيفتنا بالاستوديو دانيا جريري، منسقة حملة وينك عن الأقصى من مبادرة أنا أردني الأقصى مسؤوليتي. أهلا وسهلا فيك دانيا. بالبداية نحكي عن الهدف من الحملة. أولا شكرا لكم على الاستضافة. ثانيا هلأ هدف حملة وينك عن الأقصى إنه الشباب الأردني يعرف إنه بصير في اعتداءات بالمسجد الأقصى ويعمل أي أكشن حتى لو كان صغير. يعني إحنا تعبنا من إنه كل إشي إنه من السلبية، تعبنا من الأحداث اللي بتصير، فصار وقت هلأ إحنا نشتغل حتى لو إحنا كنا بعاد وشغلنا قليل. ففكرنا بإنه إيش ممكن نعمل. طلع معنا عدة أنشطة يلي هو يعني بحملتنا في عنا التدوين. تواصلنا مع أكثر من مدون على أساس إنه كلياتنا ندون بيوم واحد وننزل عن المسجد الأقصى أو عن الانتهاكات اللي بتصير هناك، حتى الشباب يعني يعرف شو بصير ويحاول يفكر كيف ممكن يتحرك. وكمان كان في عندنا مسيرة، كانت أصلاً هي مسيرة موجودة إحنا شاركنا كانت فيها، كانت يوم جمعة مش هيك المسيرة؟ كانت يوم جمعة تمام. إحنا شاركنا بهاي المسيرة وعملنا زي ستيشن صغيرة إلنا، حاولنا إنه نعرف بأكتر الاعتداءات اللي بتصير بالمسجد. كان في عندنا معرض صور اسمه معرض وش الحقيقة، ووزعنا تعليقة سيارة على السيارات مكتوب عليها وينك عن الأقصى. هذا من ضمن شغلنا. هلأ في عنا المرحلة الجاية إن شاء الله رح تكون عنا دورة علوم بيت المقدس، هي رح تكون 8 أيام. هدف الدورة إنه الناس تعرف إيش بصير، أو تعرف بالضبط إيش يعني مسجد أقصى، تعرف إيش يعني قدس، تعرف الانتهاكات اللي بتصير. تحكي عن تاريخ المسجد يمكن تمام. أكثر. هي 3 محاور بتحكي عن تاريخ المسجد وتاريخ القدس، وبتحكي عن وضعها الحالي، الواقع الحالي، التضييق، التهويد، كمان وضع السكان الصعب جدا. وبتحكي عن القدس من يعني من 3 أبواب، 3 عقائد، إسلام، مسيحي، يهودية. هلا هاي المدة إن شاء الله هاي الدورة رح تبلش ب 16. وفي عنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد، حكينا دورة مسيرة، حكيتي دواوين كمان تمام. هلا في مدونات، هلا في عنا حملة تنزل على الشارع كمان. يعني هي رح تكون هلا كيف هاي ما بعد، هاي ما بعد ان شاء الله لقدام. قبل ما نحكي عن هاي الحملة حابه برضو اعرف، يعني مثل الحملة اللي ذكرناها انه انا اردني الاقصى مسؤوليتي، يعني هذا العنوان اللي اخترتوه كاردنيين، شباب اردنيين عم بيساهم بشيء للاقصى وشعوره بانه بيقدم شيء للاقصى، شيء جميل. لكن انا حابه اعرف بالنهاية مثل هاي الحملة شو ممكن تفيد الاقصى؟ يعني الشباب عم بيطلعوا بيشاركوا في مسيرات وبيعملوا، لكن فعليا شو ممكن تفيد الأقصى حاليا؟ هلأ مبادرة أنا أردني الأقصى مسؤولياتي انطلقت ب 2011 وقت ما كان في هدم لتلة المغاربة. هلأ أطلقها ملتقى القدس الثقافي. هلأ إيش الفكرة من كل هاي المبادرة؟ إنه كل الشباب العربي والشباب المسلم إلهم يعني إلهم نفس الدرجة بحماية المسجد الأقصى، بس الشباب الأردني له خصوصية، لأنه المسجد الأقصى وكل الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس هي تحت وصاية الأردن. لما كان فك الارتباط كل شيء انفك إلا الأوقاف المسيحية والإسلامية، فبالتالي إحنا معانا كأردنيين حق قانوني. فبنقدر يعني بنقدر نعمل أكثر من غيرنا. الأردن مسؤولة من ناحية حماية، مسؤولة من ناحية إنه ترميم على المسجد الأقصى، حماية الحراس. فإحنا كشباب لازم نكون عارفين إنه هاي مسؤولية حكومتنا. حلو. إحنا عم نشوف هلأ كمان كتير. صور يمكن هاي تمام. كانت من ضمن نشاطاتكم، هذا من ضمن المسيرة. مش إحنا أخذنا ستيشن، كان في عنا معرض وجه الحقيقة. هلأ هذا المعرض فيه 6 صور بيعرض أهم الأشياء اللي بتصير بالمسجد. هاي الصورة مثلا بتحكي إنه المسجد الأقصى هو كل ما دار عليه السور، مش قبة الصخرة ولا الجامع القبلي، وبتربطه بالمساجد الثلاث. هاي بتعبر عن تلة المغاربة، إنه كيف هدم تلة المغاربة وهو مش يعني مخطط لتهويد محيط المسجد الأقصى. وهاي الصورة بتعبر عن أنا أردني الأقصى مسؤوليتي، إنه كل أردني له يعني له مسؤولية مباشرة عن المسجد الأقصى. يعني شارك كمان من ضمن الشباب اللي قدموا لهي الحملة أكيد فنانين، رسامين،
من مختلف فئات المجتمع ومن الشباب، يعني عم نحكي بيشتغلوا بأكثر من مهنة، فكيف تم جمع هالشباب هدول وكيف تم نشر الوعي بالنسبة لهاي الحملة أكثر؟ هلأ زي ما قلت لك من شوي، إحنا يعني إحنا متطوعين تابعين لمؤسسة اللي هي ملتقى القدس الثقافي، يعني هي مؤسسة حكومية، فهي اللي جمعتنا، يعني هي اللي بتسهل علينا كل هاي الأمور، فكل الدعم كان منهم. يعني إحنا كل إشي بنعمله عن طريقهم وبتوجيههم، يعني بيكون يعني توجيه مادي، توجيه لوجستي، إنه كل هاي التفاصيل. من شوي عرضت صورة لحدا موشي فيجلن، يا ريت نشوفها مرة تانية الصورة ليلى. أوكي. هلأ هاي الصورة هي كانت من ضمن الأشياء، أو يعني هاي الجزئية كانت من ضمن الأشياء بالحملة. هلأ شو فكرة هاي الصورة؟ هذا نائب رئيس الكنيسة الإسرائيلي، متطرف يميني، يعني دائما كل شهر بفوت بيقتحم الأقصى. فإحنا شو عملنا؟ جبنا لينك صفحته على الفيسبوك عبر الإنجليزي والعبري، وكتبنا جملة بالإنجليزي وبالعربي وبالعبري، إنه نحن المسلمين أصحاب الحق على المسجد الأقصى وهيك. فاتفقنا كلياتنا وبعتنا له إياها بوقت واحد ونشرنا على البيج. هلا اللي صار إنه هو سكر صفحته الإنجليزي، بطل يستقبل مسجات، بطل يستقبل بوستات، ومش بس هيك، صار يبعت على كل حدا بيبعت له إنه القدس عاصمة إسرائيل، القدس عاصمة إسرائيل، طبعا بالعبري وإحنا صرنا نترجمها. فهاي الحركة يعني ممكن إنها تحرك، إحنا ما بنقول إنه ما بنقدر نعمل، الشباب بيقدر يعمل، يعني على مستوى إنه إحنا حركنا، لو على مستوى دايقنا لموشي فيجلن هذا إشي كفاية. هلأ إحنا عنا مخط، يعني عنا عدة شخصيات. هلأ هذا شخصية، اليوم إن شاء الله المساء رح نرجع ننزل كمان شخصية مع لينكها مع التفاصيل، يعني حتستهدفوا شخصيات معينة سياسية إسرائيلية. كتير حلو، بس يعني حلو انه توصلوا صوتكم، جميل انه تعبروا عن ارائكم كشباب، لكن بالنهايه يمكن صارت هي بدنا نسميها هي حرب عبر السوشيال ميديا، يعني او التفاعل الاجتماعي عن طريق السوشيال ميديا. هل فكرتوا في زياره الاقصى؟ هل فكرتوا في التعبير بشكل واقعي وتواجدكم هناك كشباب بنقل صوت الشباب الاردني؟ يعني هلأ زيارة كزيارة بتهيألي ما مش كتير رح تخدم الأقصى زي لما إحنا هون. يعني إحنا هون كتير عنا حرية أكبر من الشباب اللي بالقدس، فإحنا بنقدر نعمل كتير أشياء. يعني هلأ إحنا على مستوى لو كنا بالقدس ما بنقدر نبعث لفجلن، لأنه ببساطة ممكن حدا يعتقلنا طبيعي. فإحنا هون إلنا يعني إلنا حرية أكبر، بنقدر نوصل صوتنا بشكل أكبر، وبنهاية إحنا شباب أردني ومكاننا، يعني مكاننا حاليا هو الأردن. فإحنا بمكاننا بنحاول نخدم قد ما بنقدر. طيب لو سألت السؤال بطريقة أخرى، إنه يعني لو وصلتوا صوتكم بلاش نقول تذهبوا على تروحوا على القدس، لكن توصلوا لجهات يعني أكبر يعني وأبعد، يعني نقول مثلا ممكن العالم كله يعني يشوف رسالتكم، مش بس تكون موجهة لجهة معينة. هل فكرتوا بهالشيء هذا، تتوسعوا بهالطريقة هاي؟ يعني إحنا مبدئيا بنفكر من إنه كيف نتواصل مع وزارة الأوقاف، مثل ما قلت لك من شوي إنه هي المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك. فإحنا لو تواصلنا مع أي جهة ما حدا حيفيدنا زي ما حتفيدنا وزارة الأوقاف، لأنه هي في بإيديها كتير وثائق دولية يعني بتعطيها حق حماية المسجد الأقصى. فأنا كيف بدي أتواصل مع حدا بعيد وأنا الأردني وحكومتي هي المسؤولة؟ فبالتالي أول شيء بتواصل مع حكومتي، بعدين ممكن أتفكر يعني أفكر بطريقة أتوسع أكثر. طب خلينا نتفرج على الصور وتعلقين عليهم. هلأ هاي كانت من ضمن المسيرة، هاي التعليقة اللي وزعناها على السيارات، علقوها أكثر من سيارة، مسيرة القدس العالمية سميتوها مش هيك؟ هلأ هذا من معرض وجه الحقيقة، هاي من ضمن المتطوعين كانت عم تشرح للموجودين عن صورة أنا أردني الأقصى مسؤوليتي. هاي من ضمن فعاليات المسيرة. كان في إقبال كتير بالمسيرة؟ كان في إقبال، وكان في إقبال على المحطة اللي عنا. هلأ هدول التعليقات فريق عمل كبير زي ما أنت شايفة، يعني هم كانوا 5000، فإنه بدهم كتير شغل. أوكي حلو. هلأ بعيد القباب سوداء، قريب القباب ترجع ألوانها طبيعية. طيب هلا حكينا عن الحمله الثانيه اللي ناويين تعملوها بعد هاي الحمله. هلا ان شاء الله احنا بمخططاتنا حمله، يعني هي من ضمن الحمله انزل على الشارع، رح نستهدف مولات واشارات ضوئيه. حطينا 8 اشارات ضوئيه بعمان حيويه، بنفكر برقم 20,000 سياره نوصلهم ونعطيهم التعليقه اللي زيها اللي زي كانت بالمسيره للسيارات اللي رح نلاقيهم. هلا وغير هيك في عنا المولات رح نعمل فلاش موب في اكثر من مول، رح يكون في انه نفس المبدا ستيشن زي ما كان بالمسيره، حتى الناس تيجي تسال وتعرف بالضبط ايش عم بصير.
طب الفئات المستهدفة من هاي الحملة، يعني أكثر شيء نقول الشباب، الأطفال، هلا احنا فئتنا الشباب، يعني الشباب. احنا بنتواصل مع الشباب. هلا هذا الموضوع مش كتير صار، يعني مش موضوع مش اولويه عند الشباب. فاحنا فكرنا احنا لازم نرجع هذا الموضوع اولويه عند الشباب، والشباب ما رح يرجع الا اذا عرفت. فاحنا يعني رح نحاول ننتشر قد ما بنقدر حتى نوصل صوتنا لاكبر عدد ممكن من الشباب، لانه ممكن هم بالنهايه كمان يساعدونا. يعني همنا واحد، بس احنا بدنا نساعدهم حتى يوصلوا لنا. ذكرت انه في دورات بتقوموا فيها كحمله، دورات تعريفيه بالقدس، تاريخ القدس، واقعه ومستقبله. حابه اعرف منك الشخصيات اللي ممكن تقدم هاي الدورات، يعني هل بتستعينوا في اساتذه دكاتره من الجامعات حتى يعطوا هاي الدورات؟ هلا في رح يعطي هاي الدوره بالذات ثلاث اشخاص. اول شيء الدكتور عبد الله معروف، هو حاليا مقيم بالسعوديه، بجامعه بالسعوديه، بيعطي رح يعطي مفاهيم وتاريخ. وفي رح نستضيف ان شاء الله دكتور من استاذ من القدس، جمال العمله، هو مدير مركز الاراضي في القدس، واستاذ مختص في الشؤون العقديه اليهوديه اسمه الاستاذ احمد ياسين. فهيك بنكون يعني احنا عندنا فريق ان شاء الله كامل متكامل بيغطي الموضوع من كل جوانبه. يعني ذكرتي ابرز الفعاليات اللي راح تكون، الاشخاص اللي حابين يعني يكونوا معاكم ويشاركوكم بمثل هيك حملات، هل في صفحه على الانترنت خاصه في نفس حملتكم حتى يقدروا يتعاونوا معكم؟ صحيح، هلا احنا في عندنا صفحة أنا أردني الأقصى مسؤوليتي، فيسبوك facebook.com/jo4aqsa. هاي الصفحة هي اللي يعني بتعرض كل شيء ممكن ايش بدنا نعمل، مخططاتنا لقدام، حتى عليها الايفنت. تمام، عليها الايفنت وشو وين ممكن نتحرك أكثر، كل شيء موجود على هاي الصفحة. إذا الصفحة هي www.facebook.com/jo4aqsa. اوكي، كثير منيح. يعني كمان نحكي اكثر كمان عن الرساله اللي حابين توصلوها من خلال هاي الحمله. هلا رسالتنا هي رساله موجهه للشباب، انه انت وين ما كنت وشو ما كنت بتعمل انت فيك تخدم الاقصى. زي ما شفتي من قبل شوي الصور، يعني بيحتاجوا مصمم. فيعني كل بدنا فريق متكامل، يعني احنا بدنا نوصل صورتنا توصل للشباب بطريقه يعني الطريقه اللي الشباب بيحبوها. انا ما رح اجيب بروشور كثير قديم واقول له انه هي المسجد الاقصى، لا، احنا بدنا يعني نوصل الموضوع بطريقه كثير حديثه حتى الناس تقدر تتواصل معنا. فهذا كلياته بده فريق، فالواحد ما يقول انا بعيد وما بقدر اخدم، لا، وانت من هون فيك تخدم. يعني فيك تخدم بس بمعلومه صغيره، برسمه صغيره، مدونه مثل ما قلت لك من شوي، مدونه ممكن تخدم توصل صوتك لاكبر عدد ممكن من الناس. فيعني شو ما كان الإشي صغير الواحد ما يستقل فيه ممكن يعني يخدم المسجد الأقصى. احنا بنتمنى لكم اكيد كل التوفيق. دانيا جريري، منسقة حملة وينك عن الأقصى من مبادرة انا اردني الأقصى مسؤوليتي، كل الشكر لك. اهلا وسهلا فيك.